الحقيقة دلوقتي احيان كتير بيحصل ان احنا بنشوف حد مثلا اتفق مع الشغل على مرتب معين ومسمى وظيفي معين ومهام محددة، والراجل قبل بالشغل وراح اشتغل، يقول لك بعد فترة اكتشفت ان انا زمايلي اللي بيشتغلوا نفس شغلي وليهم نفس المسمى الوظيفي بتاعه بنفس المهمة بلاقيهم بياخدوا مرتبات اعلى مني بكتير. ففي الحالة دي بقرر انه بعد فترة خلاص هشتغل على قد فلوسهم. الموضوع ده بنشوفه بشكل كبير جدا بالذات في الحاجات الحكومية، ما بيبقاش فيها تطوير، خلاص هو اتثبت وضمن الشغل ده. انا عايز اعرف بقى، هل في الحالة دي فعلا ينفع الواحد يقول اصل على قد فلوسهم، ما هم اللي خدعوني من الاول، خلاص فانا هقلل من المهام، هقلل من جودة الشغل اللي هيطلع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اولا كل عام وانتم بخير، يعني خلاص ما هي الا شويعات ويبدا شهر رمضان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا فيه من الصائمين القائمين ومن المقبولين. نسال الله سبحانه وتعالى كده ان ربنا يجمع شمل الاسر جميعا على مائده الافطار كده، ويكون بينهم تآلف وحب، واي انسان عنده شحناء او بغضاء في قلبه خلاص، يعني دفاتر السنه بتتقفل ويبدا عام ايه جديد. نرجع للسؤال اللي حضرتك بتساليه. انا مش حابب ابدا اللقاء مع حضرتك بهذا السؤال، يعني انا مش حابب ابدا هل هو ليه حق ان هو يعمل الكلام ده ولا لا. لا، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اتعلمناه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما الرجل جه يكلمه بيقول له الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليقال أنه كذا، فمن في سبيل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي إيه؟ العليا. هو رمى كل الكلام اللي هو بيقوله ده ووجهه لسلوك معين الشرع هو اللي حدده. طيب، ألا وهو نظرة الإسلام لفلسفة العمل نفسها. أنا لو غيرت نظرة العامل ونظرة صاحب العمل لفلسفة الإسلام في العمل، كل الأمور عندها تتحل. مع حضرتك هنحدد الفلسفة دي في عدة أمور. أول أمر، لماذا أنا أعمل؟ يعني مسأل الإنسان أنا رايح أشتغل ليه؟ عشان أجيب قوت يومي. معظم الناس كده، أنا بقول لحضرتك التفكير السيدات، عشان أكفي نفسي. جميل جدا، أكل من عرق جبيني وأكل عيالي وأكل أسرتي وأهلي والاكتفاء. وبعد كده المفروض ولا العمل عباده اصلا من اثنين رائع، والعمل عباده وايه كمان؟ يعني خيرهم من ياكل من كسب يده. تمام. والخيريه، وان الخيريه ممكن، وعجلت اليك ربي لترضى، ممكن رائع. يكون من يعني احنا كل ما نيجي يعني احنا كل وقت احنا كل ما بنيجي نفتح لبعض في الكلام اهو، بنجد ان انا مش رايح عشان اكل واشرب بس. بالظبط، هو ده مش هدف الاسلام في نظرته للعمل. بس انا بتكلم على التفكير اللي هو استني بس بالراحه، اللي فاهم يعني. لا، اصل هي دي هتفرق معانا جدا في نظرتنا للعقد اللي انا هوقع عليه. نظرتي للعقد اللي انا هوقع عليه ده هتبقى ليه نظره تانية خالص بعد كده في العمل اللي انا اعمله. انا ممكن اتفقت مع حضرتك على واحد واثنين بس، ثلاثة واربعة وخمسة انا ممكن اعملهم من نفسي. من خلال نظرتي ايه للعمل. وانا كصاحب عمل لما اعطي الانسان اقول والله ده البوزيشن دوت او التوصيف الوظيفي دوت او القصه ده الوظيفيه ديت الموجوده للانسان في السوق ب10 قروش، فانا لما اجي اديله ال10 قروش ابقى انا ظلمته. ليه؟ لان ال10 قروش دوت مش هيكفوا بيته، وانا حبسته وما اعطيتوش الاكل بتاعه. فانا دلوقتي اعتبر ظالم على الرغم ان انا اديته ايه الحق بتاعه. فاحنا عاوزين نشوف نظره الاسلام للعمل دي ايه. اول حاجه، الانسان اللي خارج حتى يكفي نفسه ويكفي اولاده ويكفي بيته فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني الإنسان اللي بيتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو في العمل اللي هي إصابة العمل الطبيعية خالص، هو شهيد؟ شهيد، هو شهيد. حتى لو كانت نيته مش بالنوايا اللي حضرتك قلتها دي، النية بقى هي اللي هتفرق بقى يا أستاذة. ما احنا أصل احنا رجعنا للنقطة الأساسية بقى اللي هي فلسفة الإسلام في العمل. أنا خارج دلوقتي ليه؟ خارج أكفي أهل بيتي وناسي، فأنا خارج فين؟ في سبيل الله. الإسلام قال لي كده، السلام قال لي انت في سبيل الله. فما ينفعش وانا في سبيل الله الرجل المقاتل لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه وقال له ده هو في الجنة، قال هو في النار. طب هو في النار ليه يا جماعة؟ لانه خد من الغنيمة ايه خميصة كده، خد حتة قماشة كده حطها فين؟ في جيبه. فلما انا اجي في قلب العمل بتاعي واثر فيه او ما اشتغلش العمل المنوط بيا ان انا اعمله او استخدم اشياء العمل لشيء، يبقى انا خرجت من اطار في سبيل ايه؟ في سبيل الله. يبقى لما اجي اموت في طيس. يا نهار ابيض، يبقى كل ده ضاع، كل ده كان شفت بقى. شفت نظره الاسلام فين؟ هتغير نظرتك للعمل تماما. انا خارج الان دلوقتي ليه؟ عشان اكفي اهل بيتي. بس يا شيخ انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل لي جوه المؤسسه. بس استنى بالراحه يا استاذ، انا رايح عشان اكل، ده الحد الادنى للعمل. انا خارج عشان ايه؟ عشان اكل انا وعيالي، عشان اكل، عشان ما مدش ايدي. عشان ما حدش يقول لي خد مبلغ كذا كفي بيه اهل بيتك. لا، ده انا باكل عشان
اكون عايش على الكفاف اللي هو الحد ايه الادنى. انا طول ما انا شغال في القصه ديت فانا فين؟ فانا في سبيل الله، في الامان. اصلي اي شيء في العمل بتاعي من اول ما اخرج من لحظه بيتي الى ان اعود الى بيتي، الحسنات عدد الحسنات عمال شغال. يبقى العدد الساعات بتاع العمل بتاعي لما يكون 6 انا متفق على 6 واجي اخرج اقول والله ده انا متفق على 6 عدد الحسنات ايه شغال. هسيب عدد الحسنات ده لمين؟ ما انا راح اقعد في البيت او راح اقعد على القهوه او راح اقعد في المكان الفلاني. تمام. طيب واحد تاني يقول لك لا والله ده انا خارج ايه على اساس اني اللي خارج في سبيل الله ده او الخارج للعمل ده، هو انا خارج اطور من نفسي عشان ربنا يعني وامتلك مهنه. المهنه ديت هفتح بها بعد كده شركه لنفسي او افتح بها سوق ايه سوق عمل اكبر من كده. ده مين ارتفع اكتر؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. الراجل قال بيقول له ايه، انا ادى المال بتاعي هنقسم بيننا وبين بعض، وده زوجتي هي ودي زوجتي هي تنظر من ايه في وقت الهجره، شوف مين اللي هطلعها لك يا عم الحاج وخد ده. قال له بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن ايه دلني على السوق، عرفنا روح فين السوق، ابيع واشتري منين. هو اتعلم ايه المهنه بتاعته. الاسلام علمه ان هو ما يكونش كل. تمام. ما سواش يعني ما سواش ما بين الايه الانسان اللي هو قاعد في قلب الشغل بتاعه. دي يد تحب الله ورسوله. ايوه طبعا. ما سواش من الانسان اللي هو في قلب الشغل بتاعه، لا بطور نفسه ولا بنمي من قدراته ولا بيرفع من قدراته. بش مثلهم في الاسلام باتنين. واحد اينما يوجهه لا ياتي ايه بخير، والتاني اللي هو ايه ماشي في سكته والدنيا ماشيه معاه. في موظف مسافه ما تشيله المهمه دهيت انت عارف ان هو يخربها، هيروح يعمل مصيبه وهو جاي. فلازم انت تخلي واحد ايه واحد وراء. نظرة الإسلام للاتنين وهم قاعدين على الكرسي مختلفة. طيب.